السلام عليكم خاوتي وحبابي وناسي، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. جيناكم بلايف شباب هايل من وكالة سيارات اودي وفوكس فاغن بمدينة لاش فالتفالت. لا يبارك طونوبيل المعنى الحقيقي للطونوبيل في النيلو، ماشي في النيلو، هذه النيلو وفوقها هذا العفسيس. اصبر شو نوريكم، كاين النيلو وكاين هذا فوقها. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، اللهم ارزقنا الحلال يا رب. هنايا وين يشارجيو بالكهرباء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الاخضر افتح يا حي على طونوبيل جديده، ان شاء الله ربي يعطيكم وحده وحده، قولوا امين. اللي يحب الخير لخاوته دائما ربي يحب له الخير. المهم خاوتي جينا هنايا، كاين بزاف سيارات الله يبارك ما شاء الله، حبينا نشوف لكم سيارات اقل من 3 سنوات اللي تدخل الجزائر. كاين بزاف ناس هم يكتبوا لي سيارات سيارات. المهم مرات خاوتي ندير سيارات اللي تكون رخيصه، ومرات نديروا سيارات اللي يكون اللي تكون غاليه، وهذه هي طبقات وربي خلق وفرق. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. المهم نبداو بهذه السيارة الجميلة، هذه اللي هي اودي اطروا 2023، ماشية 10000 كيلومتر، 150 بياس، السعر تاعها 27000 اورو، 444 اورو، اللي هي تقريبا تجي واحد 550 مليون جزائرية. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. اطروا في البنين شابة، لاكولر حنونة، الله يبارك ما شاء الله. كاينة ثاني هنايا اطروا، بصح ماشي سبور خاوتي، اطروا ليموزين يقولوا لها بالألمانية، كيما هذيك ماك تشوفوها 28444 2023، بنزين اوتوماتيك 150 بياس، اويو 6، والدنيا مدنيا، تجيك واحدة 600 مليون هكذا. كان على بالي بلي هذه سيارة ماشي من السيارات المحبوبين بزاف، شغل جاية هكذاك شغل يقولوا لها بالألمانية ليموزين. المهم اون فرونسي ما نعرفش، شو ما نعرف نعرف راني ناسيها باسكو ما رانيش مكونسونطري. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. هذه ثاني ب 28000 اورو خاوتي، باش ما نقعدوش نباكريو خاوتي، هذه ثاني ب 28000 اورو. نروحوا لهذه خاوتي اودي ايترون سبورت باك اس لاين اس كواترو، لا كولر تاعها بيستاش، ان شاء الله ربي يعطيكم كاع وحده وحده. الدنيا مدنيا، التفاصيل تاعها حلوين بنان خاوتي. 2020 خساره ما تدخلش الجزائر هذه. المهم اللي راه انتريسي 44000 اورو 2020، 313 بياس، ماشي 24000 اورو. والدنيا مدنيا. الاخضر افتح، الاخضر ما كاينش، تحيه الاخضر وقاده، عندي بزاف ما درتش لايف. الله يبارك ما شاء الله. هو غول يا حبيبي، ما جاش دخل التليفون يا جدك، الله يبارك ما شاء الله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، شنو نضرب اطلع عليها منا. الدنيا مدنيا، ان شاء الله ربي يرزقنا الحلال. او هاتوما نشوفوا خوتي كل طونوبيل نشوفوا منها وحده زوج كيما هذو بزاف يحبوهم النساء ويحبوهم لي جان ثاني اللي يكون جاي بيرمي جديد ومن باسكو بويسونت قادره خاوتي. و هذه ثاني شوي بعد قادره خاوتي، بصح شنو السومه تاعها ثاني بنينه، بصح هاكو تعرفوا ماشي البنه هذيك باتيلمو. خاوتي سبورت باك 110 بياس 2023، تدخل الجزائر 13900 كيلومتر، والسعر تاعها بنزينه ايسونس اوتوماتيك 26666. خاوتي كل واحد يدير حساب الاورو خاوتي، ما نقولكمش بالتزيريه شحال تجي، خاطرش
الاورو هاو يدير 24 ونص. انا لو كان نبدا نضرب لو كان مثلا طوموبيل ديال 10000 تقدر نقول لك 10240 مليون، بصح كي 23000 كيفاش نقعد نحسبها لك؟ راسي يوجعني. وكاين اللي يقول لك لا لا ديرنا بسعر البنك، واحد يقول لك سعر خويا نعطيك بالاورو وعيش ايامك عيش لياليك خاوتي. هذه ثاني 31880 خاوتي باش ما نقعدوش نباكليو برك. الاسعار هذه 17000 اورو. ولا 17000 نروح نشوفوا، لانها سنه الصنع تاعها 2019 وايسونس 95 بي اس 66300 كيلومتر. هذه 17333 اللي تلقاها رخيصه خاوتي. عرفوا بلي العام ناقص خاوتي اونتر ما بين الاخر الوقت تاع في المانيا تاع اللي الغازون يحشوا الغازون في المانيا كاع عندهم سمانه يحشوا فيها الغازون، راهم مهبلين هذه الايامات بالحس. 25000 كيو 2 هذا خويا العزيز نقزنا. شو نضربوا عليها تقرعي جا كيو 2 تحبوا في الكري ولا في الابيض؟ هيا في الكري هيا كيو 2 25000 اورو 2020. وهذه واش من العام هذه؟ هذه ثاني 2020 25000 كيف كيف تقريبا خاوتي. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. هذه هي ديازل ما تخش الجزائر لكن السعر تاعها 25555 وهذه بنزين هذه ايسونس خاوتي 150 بي اس ماشيه 36000 2020 بنزين هاي ليك و 25888 معناتها روح تشوف وحده الغول يا حبيبي. اللهم صل وسلم على الكاس. هذو كاع كيدو خاوتي باش ما نقعدوش نباكليو ار اس كاتيام حاينك. الله يبارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ار اس كاتيا الباجي البحري غول خويا غول. الله يبارك ان شاء الله ربي يرزقنا الحاله اللي قدمنا من البواقات من تحت ليه. الله يبارك. شوف شوف شحال شابه شوف الاخضر. اللهم صل عليك يا رسول الله. صباح شوف الله يبارك ما شاء الله. شوف شحال شابه شوف. اروح نقول لك السوم اروح دوك نقرا التعليقات تاعكم خاوتي. يا 450 بي اس 68000 كيلومتر 2020 بنزين والسومه 57888. روح تشوف واحد المدرعه واحده اخرى قدامها وصلي على الرسول تربح. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. شوف 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 تفاصيل شوف غير في البنو برك تفاصيل شابه يا محاينة. ابك عندها واحد لاكولور الداخل خاوتي. اوه يي حبيبي ديك البواقة قد منها ثاني لي خويا. واحد التفاصيل داخل شحال شابين. اروح تشوف خويا العزيز من لور فيمي. شوف شوف حبيبي شوف شو لاكولور تاع السياج قهوي بني. شوف ذاك التفاصيل حبيبي. اروح تشوف السعر خاوتي اللي يجيب السعر تاعها نستعرف به. اللي يجيب السعر تاعها نعرفوا باللي صح انسان تاع طونوبيلات. ار اس 600 بي اس 33400 كيلومتر بنزين والسومه شحال خاوتي تقول شحال السومه زعما هكذا ما متحايلوش. هكذا زعما بيناتنا شحال زعما هكذا هذه تكون تسوى. نحسب للعشره ونشوفكم اذا كتبتوا. اللي يكتب يكتب واللي ما كتبش اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. واحد زوج لا في تي ماكس 75000 لا لا مليار لا لا كتبوا لي بالاورو خاوتي كتبوا لي بالاورو. هنا هنا نجيكم منه وشوفوها. ها 58000 لا لا 80000 لا لا 68 لا لا 75 لا لا مليار وزياده. لا لا كتب لي بالاورو باش نعرف باسكو ما باش نعرفك اذا صح 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 تجيبها في الفيلي.
بنا بطامة يا 20,000، لا لا 70,000، لا 80,000، لا لا 50,000، لا لا واحد ما جابها فيكم يا جدك. آه يا خاوتي 65,000، 67,000، لا لا 110,000، 72,000، لا لا 150,000، لا رفيقتي ماكس راه غير يطلع والو 89، لا لا 120، لا لا اروح اروح نوريها لكم اروح باش تشوفوها ديري. او السعر تاعها الاخر واحد كتب لي 89,000 واسمو عبدو قربوسي وكان زاد شويه تجيبها 95,555. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، ربي يحفظكم ويعطيكم الخير خاوتي وربي يحفظكم ويحميكم. المهم كاين ثاني خاوتي اطروا منا نشوفوهم هنا يا ابي بري اطروا خاوتي شحال راهي دير تدخل للجزائر وبنزينه والدنيا مدنيه والدنيا هانيه دير 32,000 هذه 2022 هذه خاوتي ديازال ما تدخلش 32,888 خاوتي نقول لكم الاسعار من البعيد باش ما باسكو المغرب راح ياذن عندنا وتبدا ليماج تروح 28,000 اورو 39,000 اورو هذو قاعد يدخلوا الجزائر خاوتي يا 34,000 40,000 49,000 علاش 49,000 هذه اس طروه ماشي ا طروه هذه اس طروه 310 بي اس ايسونس 49,888. المهم خاوتي قلت لكم راهي دنيا مدنيا هنا ولو كان نزيدو نروحو من الجهه اللي من هي يوم ما تخلصش حبينا برك نوري لكم الاسعار هاليك ا 23,000 24,000 32,000 خاوتي كي تشوفوا لا ديفيرونس تاع الاخر عرفوا باللي العام ناقص هي تكون 2022 تكون 2021 هكذا هكذا تكون. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. هذه 17,000 هذه يمكن تكون 2019 مادام دايرينها 17,000 فروحتوا نشوفوها والله سوا سوا كيما قلت 2019. المهم ربي يحميكم ويحفظكم يعطيكم ما تمنوا ان شاء الله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. اصبر نشوف لكم هذه كيو 5 204 بي اس 2021 26,900 كيلومتر ديازال 45,888 اورو هذه 37,888 اورو كيو 7 سبور هيبريد بنزين 2020 ماشي 49,900 اورو 252 بي اس. نجيو لهذه الاخرانيه كيو 5 ثاني اس لاين 55,555 هاتي 2021 ديازال 51,500. كاينين خاوتي طونوبيلات قلت لكم خاوتي من الجهه اللي من هي لكن غابدا تظلام الدعوه ما حش نقدروا نكملوا اس طروه كيما هذه خاوتي ثاني ان شاء الله ربي يرزقكم الحلال وربي يعطيكم كاع وحده وحده. هذه الاسطروه هذه خاوتي 310 بي اس 4000 كيلومتر 2023 بنزين 52,888 وكاينه هذه صلوا على رسول الله تربحوا خاوتي. اللهم صل وسلم عليك يا رسول. هذه فيها ماتريكيو تاع مولاها هذه ثاني تاع مولاها. المهم احنا رانا هنا في مدينه لار اللي حب عجبتك اش حاجه ولا هاليك اودي. المهم الداخل ثاني الدنيا مدنيا ولو كان نروحوا منا خاوتي ما يخلصوش طوموبيلات. المهم نبريفيريو نقراو شويه تعليقات تاع خاوتي. السلام عليكم من تيباز اخويا ادم زهير تيلم. السلام عليكم محمد اسامه ربي يحفظك. هشام بن شته برلين ماشي برلين خويا العزيز هذه لارش فاتسفالد هذه قدام ما بين سويسرا ما بين فرنسا وسويسرا. كيما هذه ثاني خاوتي اس طروات 49,888 كيما هذه. كاين لي كولور هنايا صبرتو نقراو التعليقات. الشعب كل حاب يهرب من البلاد
شاء الله ربي يرزق كل واحد حاجه اللي راه حابها. ان شاء الله ربي واش راك متمني خويا العزيز، ان شاء الله ربي يعطيك. دير لايف شعب كل حبيه يهرب من السجن، شباب كل حبه هربوا. ميماتي بشير والله اخويا العزيز واش نقول لك، ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يفتح لنا ابوابه، وان شاء الله كل واحد ربي يعطيه واش هو متمني. ماشي معناتها كل واحد يحب الغربه، الغربه راح تساعده. كاين ناس جات هنايا شريت فيزا وجات ومن بعد ولا يبكي بالدمعه يقول لك وكان غير يرجعوا لي دراهمي نولي للبلاد. وكاين ناس جات ونجحت وفرحت ودارت ديار وصافي. شوف انت شخصيتك كيفاش دايره. انا ندعي لاي واحد نقول له ان شاء الله الغربه هذه ولا اوروبا اذا كانت تصلح لك في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله ربي يعطيها لك في اقرب الاوقات، وان شاء الله ربي يفتح لك ابوابه، وان شاء الله كل واحد متمني حاجه ان شاء الله ربي يعطيها له. لكن باش زعما تقول لاوروبا ومن اوروبا مليحه نعم صح بالكوارط، بصح انت كي تجي حراق وبلا كوارط مشكل. انا على بها دائما نقول لكم شوفوا كيفاه تتزوجوا، هم كاين بزاف النساء حابين يتزوجوا ما لقاوش رجال. وان شاء الله ربي يفتح على كل مؤمن ان شاء الله. شوف الناتي روك خويا العزيز، خويا شكون اللي قال لي شوف ناتي روك؟ رايان هيلتون. انا خويا العزيز يوتيوبر ما نقدرش نشوف لك، ماشي خدمتي. كاين بزاف اللي راهم يخدموا هذه الخدمه، خدمتو يشري طونوبيلات ويبيع. انا والله ما عندي الوقت، انا عندي الوقت هكذا، انا كون عندي الوقت ندير لايف لخاوتي ندير لهم لادريسا، خطرات تكون 30% خطرات تكون 20% ننفع خاوتي بالمعلومات. وربي يوفق. شباب يخدم في المانيا 6 شهور يدي سياره، اما في البلاد لازم يخدم 50 سنه. ما تكومباريش هكذاك يا خويا بشير، ما تكومباريش. نعم انت باسكو اسمع، واحد دوكا واحد فقير، نعطيك لا كومباريزون هذه باك وفهم. واحد دوكا زوالي فقير مطرب كاع ليه، وواحد ملياردير. الفقير واش يشوف كي يشوف المرفه واش يشوف له؟ يشوف له غير في دراهمه، ما يشوفش اسكو راه مريض، اسكو عنده ستريس، اسكو راه مقلق، اسكو عنده زوجه عاصيه، اسكو عنده ولاد ماشي صالحين، اسكو راك فاهم. يشوف له غير في دراهمه. والمرفه واش يشوف في الزوالي؟ يشوف في الزوالي يشوفو غير كيكون فرحان سعيد قاعد مع ولادو ياكلو في طابله ماكلي الماكله مطربقه بصح فرحانين. وراك فاهم كل واحد واش يشوف في الاخر. انت راك تكومباري هذا الطونوبيل، طونوبيل نعم تقدر 6 شهور هنايا تزير روحك تشري طونوبيل 500 اورو بكري قبل ما يجيها جوج وما جوج من 2010. كانت الطونوبيلات محطوطين في الجرنان، في الجرنان هاك الدين، باسكو من 2010 طربقت الدنيا قاع طربقت ماشي غير الالمان. المهم ان شاء الله ربي يرزق كل واحد، ربي يحفظكم ويعطيكم الخير ان شاء الله. سلام ادم سمعك دير لايف كي تخرج من الجزائر ان شاء الله. شعب كل حاب يهرب شوف لنا طاطا. سلام ادم الله يبارك ماتريال 75 مليار خاوتي كتبوا لنا اسعار الله يجازيك. سلام بسكرة فاتح بسكرة. السلام عليكم ادم خريده زينه وهاب حفظك. سلام ادم خويا رابح من القبة يحييك بلاد الخير الله يحفظك خويا رابح من ناس القبة. عبدو قربوسي امين خويا ادم. السلام عليكم محمد ربي يحفظك. كوفر اوس رابح ميسوم الله يعطيك الخير خويا ادم رابح من القبة يحييك يعطيك الخير يا رابح الزين. وخاوتي وحبابي وناسي رفيق افتح الاخضر عبد الله يجازيك خويا ادم يعطيكم الخير ان شاء الله. خاوتي ربي يحفظكم يحميكم ان شاء الله ربي يعطيكم نتمناو، وان شاء الله ربي يرزقكم اللي راه في قلبكم. تهلاو في روحتيكم نحبكم في الله صلى الله على رسول الله. اللي ماش مشترك يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وربي يحمي خاوتي كاع ويعطيكم نتمناو. صلوا على رسول الله دائما وابدا ونتلاقاو في الخير وسوق بالعقل. هاليك ها جبتكم بالعاني هنايا باش تشوفوا برك طونوبيل. شوف تقدر طونوبيل جديده دير مليار زوج ملاير مجرد تهور شويه. شوف كيفاه جابها السيد خبطه من اللور ولا خبطها ولا. المهم نقول لكم دائما سوقوا بعقلكم ودير في بالك بلي عندك عائله تستناك. حتى ما عندكش عائله تستناك عندك ام وعندك اب، هذوك ثاني عائله. خلاص كاين اللي تقولوا عائله يحسب بلي سما مرته ولادو، كاين اللي عنده باباه ويماه يستنى فيه. بلا عقل سوقوا بلا عقل خاوتنا. ومن واحد الباب برك حبيت نقول لكم باللي هذو الكراجات اللي راهم هنا يا خاوتي، هذو الكراجات كاع تاع لا ميكانيك وتاع طولي وكاع كل شيء. على بها هنايا في الشركه تاع المانيا في شركه السيارات ولا في وكاله السيارات بالمانيا
على بها ما يبيعلكش طوموبيل مخسره كيما هكذا ما يبيعهالكش. هذه تعملوها على كل حال، بصح حتى لو كان الطوموبيل تاعهم تكون مضروبه ما يبيعهالكش. علاش؟ يشري جديد نحي وركب الجديد. ما كاش خويا، ما كاش هذيك يصبغ ولا مسح. مثلا هو وقتاش يدير الصبيغه؟ ولا كي تكون ضربه خفيفه هنايا ولا ضربه خفيفه هنا يمسحها يسقمها. بصح ضربات في البارشوك، ضربه في عفسه منا، اقلع نحي. واذا خذيت ضربه بعيد الشر هنايا في الوسط كبيره وخشينه، ولا من الفوق ضربه خشينه، واش يديروا؟ طوموبيل يدوها يعبزوها. تهلاو في روحتكم، حبكم في الله، صلى الله رسول الله. ضرب لك دعم خوك، تحياتي لك اخي الكريم، والله راك يتفهمية على الصح خويا مالك، الله يحفظك، ربي يقدرك ان شاء الله رفيق. قادر احمد الله يبارك، مصطفى مداوي ما شاء الله. خاوتي ربي يحفظكم يحميكم يعطيكم الخير، تهلاو في روحتكم، نحبكم في الله، صلى الله رسول الله. ونتلاقاو ان شاء الله في فلوق اخر ولا في لايف اخر. سلام.